أكيد نحن وقت ما نكون عم نحكي عن الوايرلس كوميونيكيشن ما فينا ننسى موضوع الوايرلس كمبيوتر نتورك، يعني الوايرلس اللي أنا بستعمله to connect computers together اللي هي نحن معروف عنها بالوايرلس لوكال اريا نتورك. تنقدر نحكي عن هذا الموضوع أكثر خلونا نحن ناخذ بعين الاعتبار الواي فاي، حنشوف اوفر فيو عن الواي فاي كونكشن. الواي فاي هي عبارة عن فاسيلتي بتخلي الكمبيوترز والسمارت فونز وكل الديفايسز يعملوا كونكشن مع بعض تقدروا يظهروا على الانترنت وايرلسلي تحديدا ببارتيكولر اريا. بدي ركز على موضوع الاريا لانه نحن بالواي فاي ما في عنا هاي ديستانس او لونج ديستانس مشان نحن نقدر نعمل كوميونيكيشن، وي كونسيدر اونلي شورت ديستانسز ان جنرال. سو طبعا بالواي فاي انا الستاندرد اللي انا عم بستعمله هو الايثرنت كونكشن. حنشوف نحن كيف بيتوزع عندي على كابل تايب اوف ستاندردز. إذا بجي بتطلع على الستاندردز الموجودين عندي هون، طبعا نحن عم نحكي عن الـ IEEE ستاندرد، في عندي الـ 802.11. بمجرد ما شفنا نحن 11 يعني عم بحكي عن الوايرلس ستاندرد، تحديدا الإيثرنت وايرلس كونكشن. في عندي الـ A، في عندي الـ B، في عندي الـ G والـ N والـ AC، وقصة عم بيطلع عندي طبعا غيرهم وغيراتهم. كل واحدة من هدول تختص بطريقة معينة. على سبيل المثال 802.11a بتشتغل على الفريكونسي اللي هي الـ 5 جيجا هرتز، أما الـ B مثلا على الـ 2.4 and so on. الداتا ريت الماكسيموم اللي بقدر ابعتها على الـ 802 هي الـ 54 ميجابت بير سكند، اما اللي بقدر ابعتها انا على الـ 802.11b هي 11 ميجابت بير سكند. كل وحده منهم طبعا عندها ديفرنس عن غيرها، مثلا انا اذا بدي اروح على الان حيكون في عندي 600 ميجابت بير سكند، ولكن كل ما علي بالداتا ريت كل ما ممكن يصير في عندي تشالنجز انا اكثر. اكزامبل مثلا انا هون اذا بتطلع على الـ A حلاحظ انه بس عندي 100 فيت، بس بقدر انا اعمل على 100 فيت، اما اذا انا بدي اطلع مثلا على وحده غيرها ممكن هون عندي 125. كل وحده عندها تريد اوف حسب اذا كنت عم بحكي انا بالتيبكال رينج اندور او بالاوت دور، ات ديبندز حسب التكنولوجي اللي انا عم بستعملها. كذلك الامر ممكن الانترفيرنس بكل وحده تعلى، ممكن كل وحده توطى، كل وحده في عندها تريد اوف بطريقه معينه. Most commonly هلا in general بالديفايسز اللي احنا بنشتريهم بنحطهم كاكسس بوينت بالبيت، they support all these kind of technologies. يعني حسب انت شو عندك شو بدك تختار فيك تنقي من هيدول تا انت تقدر تعمل connection على الوايرلس نتورك الموجودة عندك. Moreover اذا بدي احكي عن الوايرلس نتورك تايبس، انا في عندي two types مشهورين جدا يلي هن البلوتوث والزيجبي، يلي هن غير الوايرلس ايثرنت اللي نحن بنستعملهم بقلب البيت. مثلا البلوتوث اللي انا موجودة عندي هي 804 او بالاحرى 802.15 هي البلوتوث، اما اذا كان .15.4 نحن عم نستعمل شيء اسمه زيجبي كونكشن. شو بيفرقوا عن بعضهم؟ خلونا نشوف. اكيد نحن هون انا في عندي الباور بروفايل اللي انا بستعمله مع الـ 802.11 الوايرلس بالبيت، بقدر اعمل كونكشن فور اورز اذا كنت عم استعمل طبعا الباور على بطارية او اللي هو. اما البلوتوث اي بلوتوث ديفايس فيني انا بخليه كذا نهار ما شارجه، مثل مثلا الهيدسيت اللي بستعملهم انا بقلب البيت. اما بحالة الزيجبي اللي هو عبارة عن سمول ديفايس نحن بنستعملهم اكثر شيء من تو بيلد ا ماش، هيدي المش معناتها انا مثلا بدي اعمل نتورك تقدر انا اخذ داتا من انفايرمنت معين، مثلا بدي اقيس نسبة الرطوبة بالمزرعة اللي موجودة عندي، فاذا فيني استعمل انا الزيجبي ديفايسز او الزيجبي سنسرز مشان اقدر انا اعمل هالكايند من النتورك. فاذا طبعا الباور بتضاين بقلب السنسر فور ييرز. اكيد انا الرينج 100 متر بالنسبه للايثرنت، 10 متر بالنسبه للبلوتوث، اما الزيجبي بتوصل معي ل 300 متر. اما بالنسبه للرومينج، كان اي موف فروم وان بيس ستيشن تو انذر، فروم وان اكسس بوينت تو انذر، بحاله الاي تريبل اي از بوسيبل، ولكن ممكن يكون يصير في عندي ديسربشن. البلوتوث ابدا، اما بحاله الزيجبي اذا عم بنتقل انا من سنسر لسنسر اكيد اتس بوسيبل. والديتا ريت عندي 11 ميجا بت بير سكند للاي تريبل اي يلي هي الوايرلس، البلوتوث هي 1 ميجا بت، اما بالنسبه للزيجبي هي 250 كيلو، ما كتير بقدر انا ابعت باندوث كتير كبير على الزيجبي كونكشن. اذا هلا طبعا نحن بدنا نشوف الموديل تبع الوايرلس ايثرنت نتورك كيف بيتم عندي او كيف شكله عندي، حنستعرضه بهيدي الطريقه. انا في عندي طبعا كلياتهم بايامنا بيكونوا از وان سنجل انتيتي اللي هي الوايرلس راوتر الموجوده عندنا بالبيت، ممكن يكون موجود فيها كل هيدول او حسب التكنولوجي اللي انا عم بستعملها او حسب انا كيف مقسمه عندي الوايرلس نتورك. نحن بنعرف في عندنا الاكسس بوينت اللي هي مثل البي تي اس اللي نحن بنستعملها بقلب الجي اس ام نتورك، اللي هي بس بقدر اعمل عليها كونكشن بشكل اني انا اقدر اوصل الام اس الموبايل ستيشن، يعني الديفايس اللابتوب سمارت فون على هيدي الاكسس بوينت، بنسميها لايت ويت اكسس بوينت. هيدي بدوره بتنوصل على كنترولر تقدر يامن لي انا الكونكشن، يعني تقدر انا اعمل انا كونكشن، تقدر انا يكون في عندي اوثنتيكيشن مع هيدي الاكسس بوينت بحاجه اني احكي انا مع الام اس سي يلي هي عباره عن كنترولر. هدول اثنين ان جنرال بيجوا بلت ان بوان سنجل ديفايس.
كذلك الامر في عندي الان اس اس اللي بدها تطلعني على النتورك اللي بدي يروح عليها most probably local area network او another network او الانترنت، فاذا بحاجه انا لراوتر. هيدول كلياتهم بيجوا تقريبا مع بعض، وفيني انا اعمل كونكشن على administration part من خلال هيدا البارتي اللي انا حاعمل لك كونكشن عليه. ممكن يكون عم بستفيد انا بطريقه انه اقدر انا خليه وهيدا اليوزر اللي عم بيفوت على قلب هيدي الاكسس بوينت يعمل اوثنتيكيشن مع هيدا الادمنستريتور او مع هيدا الادمنستريشن اللي موجود عندي اللي هو الاو اس اس. في عندي مثلا على سبيل المثال التاك اكسس بلس، نوع من انواع الاوثنتيكيشن ميكانيزم، او في عندي الراديوس. هيدول طبعا مش هنحكي عنهم بقلب هيدا الكورس. فاذا اذا بدي اشوف انا كيف عندي الاركيتكتشر عم بتتم على اي طريقه، حطلع حيكون في عندي اول شيء الاكسس نتورك، مثل ما قلنا انا في عندي اللايت ويت اكسس بوينت، ترانسميشن وريسبشن الفيزيكال شانل، هي عباره بارت من السي اس ام اي سي اي اللي هو الكوليجن افويدنس، حنحكي عنها بالشابتر القادم. اذا انا كان في عندي كذا يوزر بدهم يبعثوا بنفس الوقت بشكل يبعثوا ما يصير في عندي كوليجن، وتبعت سيجنالينج بيكنز تو ديتكت انا مين ان اليوزرز الموجودين عندي بهذا الانفايرمنت، اذا حاولوا انهم يعملوا كونكشن على هالاكسس بوينت يقدروا يفوتوا، وليفل 2 انكربشن. فاذا هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكسس نتورك. اما بالنسبه للكور نتورك اللي هي الوايرلس لان كنترولر يلي مثل الام اس سي تقريبا، هو عباره عن فانكشن معين تتقدر تعمل لي اسوسيشنز واوثنتيكيشن لليوزرز اللي بدهم يفوتوا على قلب هيدي الوايرلس اكسس بوينت من ناحيه السكيورتي اند سو اون. بتعمل لي مانجمنت للراديو فريكوانسي اللي انا بدي ابعت عليها، وطبعا بتعمل لي مانجمنت كمان للموبيليتي بقلب هيدي النتورك. واذا كان في عندي انا يوزر بده ياخذ اي بي ادرس من قلب هيدي الاكسس بوينت، يعني بدي اعطيه دايناميك اساينينج لاي بي ادرس، بيكون في عندي انا الدي اتش بي كونفيجريشن. اما بالنسبه للاوبريشن مانجمنت، مطرح ما حطينا نحن السيرفر، حيكون في عندي انا مانجمنت سيرفر، هيدا كمان بيكون في عندي وايرلس كنترول سيستم مثل الراديوس سيرفر مثلا او ال دي اي بي يلي هي اكتف دايركتوري. انا بعمل اوثنتيكيشن مع الاكتف دايركتوري اذا كنت عم بستعمل حاله الويندوز، بشكل انه اي يوزر بده يفوت على هالاكسس بوينت هي هاز تو بي اوثنتيكيتد مع الاكتف دايركتوري. كمان بقلبها كل الكريدنشال والبريفليجز، شو بيحق لهم هدول اليوزر يعملوا بقلب هيدي النتورك، وشو بيحق لهم ليفل اوف اكسس كمان بقلب هيدي النتورك.